ما حدث في الموصل وما حدث في كل المدن التي احتلت من داعش هو انتهاك صارخ للموروث الثقافي العراقي. لم نملك أي قوة لمنع انتهاكات داعش. ما حدث في الموصل جرح كبير في الذاكرة العراقية، مثل ما سرق المتحف العراقي عام 2003. حدث في الموصل ما حدث، نحن نتطلع بأن تتحرر الأراضي لكي نبدأ من جديد باستعادة آثارنا المسروقة وبترميم وصيانة مواقعنا الأثرية المخربة. حقيقة يعني هي كارثة، هي كارثة بيئية وكارثة اقتصادية وكارثة. المفروض اليونسكو يكون لها تحرك قوي، لأنه أغلب الآثار هي منظمة والمفروض الدول العالم تحتج على هذا الموضوع، مو احتجاج فقط محلي، إنما يكون احتجاجات دولية لما يحدث من تدمير الآثار اللي هي تراث ليس العراق وإنما تراث عالمي. لذلك احنا نطلب من كل دول العالم أنه تحتج على الأعمال اللي تقوم بها داعش الإرهابي بهدم الثقافة العالمية وليس بالعراق فقط، لأن العراق حقيقة يعتبر أصل التراث العالمي. مثلا الأهوار هي امتدادها ل 5000 سنة، المواقع الآثارية تمتد آلاف السنين. لذلك بدأ داعش الإرهابي مو بس قتل الإنسان، قتل الإنسان وقتل التراث وقتل الإنسانية. لذلك المطلوب من كل دول العالم أن تكون احتجاجات وتقف موقف صلب تجاه هذه المواقف الحقيقة اللي هي لا تنم إلى الإنسانية. الكل مفروض تضافر جهود وتقف موقف موحد ضد هذا الغزو البربري الإرهابي اللي هو داعش. تفجير النبي يونس وبقية الآثار في الموصل هي محاولة تدمير روح أهل الموصل، لكنهم لا يستطيعوا، لا يستطيعوا. الموصل مدينة مهمة في التاريخ، مهمة بالحد الأقصى جدا، وأهل الموصل أذكى من أن ينكل بهم بهذه الطريقة الرعنة. هم يستطيعون أن يتجاوزوا ونحن معهم. نحن الآن كلنا موصل، العراق كله موصل الآن. علينا أن ننظر إلى مستقبل العراق والكف عن المناكفات. العراق الآن كله موصل، ما يتعرض له أهل الموصل الآن بالسكوت عنه سنتعرض له بالمستقبل.